هنروح للخماسي ميداليتين لمصر في كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. طبعا كأس العالم اتلعب على ملاعب الجامعة الأمريكية، ورئيس الاتحاد طبعا المهندس شريف عريان طبعا أهو على الشمال. طبعا دي بعض البروتوكولات اللي تم توقيعها في ده الحفل اللي هو المؤتمر الصحفي، وهنجيب لحضراتكم تفاصيل عنه. ولكن تفاصيل ميداليتين ايه؟ الميداليه الاولى جت عن طريق سلمى ايمن، واللي حققت الميداليه البرونزيه في منافسات فردي السيدات. اما احمد الجندي فحقق الذهب في منافسات فردي الرجال، وكنا قريبين جدا من تحقيق ميداليه ثالثه في منافسات الزوج المختلط، ولكن الزوج المصري هايدي عادل ومهند شعبان دخلوا في المركز الرابع. طبعا انجاز كبير، الف مليون مبروك للاتحاد، الف مليون مبروك لكل القائمين على الخماسي الحديث. كاميرا الابطال ما فوتتش طبعا المؤتمر الصحفي، خاصه نشارك فيها 156 لاعب من 35 دوله. كاميرا الابطال كانت موجوده، عملت اللقاءات دي، نتفرج على اللقاءات وارجع لحضراتكم تاني. احنا بنكمل استضافه الاحداث العالميه، الاجنده موجوده، وزي ما قلت في السؤال احنا جزء من الاستراتيجيه الوطنيه للرياضه المصريه ان يكون مصر مركز جاذب لاستضافه الاحداث العالميه. احنا تقريبا 296 بطوله بنكملها. احنا يعني الفتره دي كان في بطوله عالم سلاح، بطوله دوليه للتايكوندو، بطوله دوليه مؤهله للمصارعه، حجم كبير من البطولات. لكن احنا بنكمل كمان الخماسي الحديث بطوله كاس العالم، وده حدث مش قليل، حدث كبير. كل بطوله بيكون فيها الاتحاد الدولي زي ما احنا شايفين رئيس الاتحاد الدولي، وده برضو حاجه كبيره ان يثق ويبقى في ثقه من المؤسسات الدوليه في مصر بهذا الشكل، والعلاقه اللي بقت موجوده ما بين رؤساء الاتحادات الدوليه وما بين الحكومه المصريه مجسده في وزاره الشباب والرياضه، او انه بييجوا بيشوفوا كل مره في فاسيلتيز جديده، مكان جديد بيقام عليه البطولات. المره دي كمان تعاونا مع الجامعه الامريكيه ان احنا يكون في هذه البطوله. ودايما بنقول تطوير الرياضه المصريه تطوير يعني واخد اكتر من شكل واكتر من مجال، ودايما بنقول حتى لو الكوره محتاجه تطوير، لكن الرياضه المصريه مش كوره وبس، لكن برضو لازم نكون يعني في رؤيه وفي افق للتطوير. احنا البطوله دي مؤهله لباريس 2024، ودي بدايه كاس العالم كاول بطوله هتكون مؤهله ان شاء الله. يعني التعاون المستمر بنموذج العمل ما بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه يستمر لصالح ولادنا وابطالنا اللي يعني بيتنافسوا مع ابطال العالم على ارض مصر، وكمان بيكون في ثقافه التنافس الخارجيه بتبدا من هنا. طبعا النهارده كان البريس كونفرنس او المؤتمر الصحفي زي ما حضرتك قلتي للاعلان عن كل تفاصيل بطوله كاس العالم للخماسي الحديث الاولى لموسم 2023، وهي البطوله الاولى في التاهيل لاولمبياد باريس 24 بالنسبه للاتحاد الدولي. دي اهميه هذه البطوله. امبارح والنهارده كانوا مرحله التصفيات، من بكره هنبدا الجد خلاص، هنبدا السيمي فاينل، افضل 36 لاعب ولاعبه هيلعبوا بكره وبعده، ثم النهائي هيكون للفردي الرجال وفردي السيدات يوم السبت القادم، ثم الزوج المختلط هو الختام يوم الاحد القادم. فده هو تفاصيل البطوله. اكثر من 300 لاعب ولاعبه واداري ومدرب موجودين على ارض مصر من اكثر من 30 دوله مختلفه، كل قارات العالم موجوده حاليا في الجامعه الامريكيه بتتنافس على الفوز بهذه البطوله. طبعا هو زي ما انا قلت في المؤتمر، وزاره الشباب والرياضه ممثله في الدكتور اشرف صبحي هي الداعم الاول للرياضه المصريه بجميع فروعها الحقيقه، تمام؟ يعني كل الاتحادات، مش بس رياضه الاتحاد الخماسي الحديث، انما برضو لا غنى عن الرعاه والسبونسرز. عشان كده انا صممت ان النهارده يطلعوا معانا على الستيج ونكرمهم، لان هم الحقيقه يعني هم اللي بيكملوا لنا كل النواقص اللي احنا محتاجينها بعد دعم الدوله، ومن غيرهم احنا كلنا في الاخر بنكمل بعض، يعني لو شلنا جزء مش المنظومه كلها هتقع الحقيقه يعني. ف وزي ما انت شايفه الظروف الاقتصاديه في العالم دلوقتي صعبه جدا جدا جدا، فاحنا بنشكر كل الرعاه بلا استثناء، اي حد بيساعدنا بحاجه بنشكره عليها، وان شاء الله تبقى يعني جزء في وصولنا ان شاء الله لتحقيق الحلم للمره الثانيه على التوالي بميداليه ثانيه ان شاء الله في باريس باذن الله. انا اول ما دخلت حسيت ان هي حاجه حلوه، والمؤتمر تنظيمه حلو قوي بصراحه. يعني ده شرف ليا ان انا احضر مؤتمر زي ده، وزير الشباب والرياضه يحضره، وفخوره جدا ان انا بلعب باسم مصر وان الدوله بتدعمنا كتير جدا. عايزه احقق اي لاعب يعني في منتخب يبقى اكيد عايز يحقق ميداليه اولمبيه، فان شاء الله احققها يعني. هو طبعا شرف عظيم ان الواحد يبقى في مؤتمر بيحضره وزير الشباب والرياضه،
وتنظيم كويس جدا الصراحة. هو طبعا حلم أي حد في الخماسي إن هو يلعب أولمبياد، فأني ربنا يوفقنا كلنا ونتأهل بأكبر عدد ممكن نتأهل بيه. هو دعم الدولة واضح طبعا، خصوصا في الخماسي عشان هي لعبة مكلفة، ما حدش كان هيقدر يوصل لكل الإمكانيات دي من غير دعم الدولة ولا وزير الشباب والرياضة.